ما تيجوا تجت ريدي تجيتوا ريدي معايا، مش عارفه اقولها ازاي. ما تيجوا تجهزوا معايا. شوفوا بقى، انا عندي صداع ما بيتفهمش، مش متفاهم معايا. خدت مسكن مرتين ومفيش فايده، وانا رايحه فين بقى؟ رايحه افتتاح صالون، بس ان انا مش قادره على صوت عالي ودوشه. فين الصداع ده؟ فمش عارفه هتعايش ازاي. قعدت فكرت ما اروحش، بس انا نفسي اروح. حتى اقول ان شاء الله هتبقى كويسه، لسه واخده المسكن التاني من شويه. قاعده ايه بتشبشب على نفسي. الصداع جايب بقى ايه، احساس موعان نفس مش طبيعي كمان. المهم ان انا عايزه اشغل نفسي دلوقتي عن الاحاسيس دي كلها، مركزت معاها. حطيت الليكويد بلاش بتاع شي جلام، الدرجه اللي هي الجديده اللي اسمها ريل ديل. هستخدم الكونسيلر ده من اربن ديكاي نيكد كوكي دركتي ام انت. المهم بقى ان انا ايه، نفسي اتكلم معاكم في حاجات وحوارات شائكه ومشوقه، بس انا ما بحبش القيل والقال. درجه شي جلام باتل توك حطها فوق هنا. هنا كمان شويه. بشوف حد بيقعد يتفلسف الصراحه على السوشيال ميديا، بحس ان هو محدش طلب رايك، رايك مش مهم اصلا. في ناس كده بتقعد تتفلسف وخلاص. يعني نادرا ما بحب فيديوهات الرغي والحاجات اللي هي بتبقى حدث طالع ترند فالناس عماله ترغي فيه. ما بحبش الحاجات دي. ولكن ساعات كده ببقى ايه، جوه قلبي في كلمتين كده نفسي دوس باودر من فلورمر، فبيبقى نفسي الصراحه اتكلم فيها. بعدين بعد اقول ايه، انا مش ناقصه صداع بقى وخناقات في الكومنتات وحد يغلط فيا الصراحه، علشان انا ايه خلقي ضيق وما بحبش الناس اللي بتقعد تنظر، فمش هستحمل. بعدين انا ايه صراحه، زمان اول ما بدات على السوشيال ميديا وكده، فكان بيجي لي كومنتات مثلا مش حلوه. يا الله، اول مره مش هنسى الكومنت ده، بس مش هقوله. يعني قعدت جات لي صدمة عاطفية، انه ازاي حد يتكلم على حد كده او يكتب على حد كده. وهو حسيت اللي هو ايه، هي اكيد شايفاني جوه التليفون، فاكراني حتة من التليفون، بس انا بشر يعني. فاتضايقت، يا الله حزت في نفسيتي قد ايه. مش فاكره عيطت ولا لا، يعني تخيلوا انتوا ممكن الكومنت بتاعكم يخلي حد يعيط يعني. فبعدين بقيت عندي كونسبت انه انا kill them with kindness، يعني اقتلهم ب انه to be kind. يعني مش الكلمة راحت من دماغي، مش ما علينا. بعدين بقيت استفز، علشان انا مثلا مضغوطة في حياتي، فاما اجي افتح واشوف كومنت مستفز طبيعي ان انا استفز وابقى عايزة ارد عليها. الم بنفت بتاع الحواجب درجته 3.5. دلوقتي بقى اخدت عهد على نفسي انه مش هرد على ولا كومنت يضايقني، مش هرد كأنه مش موجود. وعدت نفسي انه مش هيشغل بالي اصلا. يعني ليه ابذل مجهود مع حد اصلا جواه كره او جواه حاجه مش حلوه، ان انا احاول اثبت له ان الدنيا ابسط من كده وكل ده with kindness. لا، ما عنديش kindness دلوقتي، انا كل ايديا ولا هتخانق ولا هدافع عن نفسي، لان انا مش متهمه. فرايكم خليه لكم يعني، او مش عايزين تخليه لكم، عايزين تكتبوه عندي اكتبوه، بس فاين اي ويل اجنور ات. مش عارفه ايه دخل ده في ده دلوقتي، كنت بقول حاجه ثانيه. ما علينا. روح لاسود من شيك لام من كولكشن ليفت روم. جماعه اهدوا شويه، اهدوا شويه على بعض. والله كلنا فينا اللي مكفينا. يعني اللي بيكتب كومنت مش حلو ده، طب ما انت كمان اكيد في حاجه مضايقاك يعني مش مستحمل تكه، فاحنا كمان مش مستحملين تكه. كل البشر مش مستحملين تكه، احنا عاملين نتكتك على بعض. Let's be kind. يا سلام لو كل واحد يخليه في حاله، كل واحد يخليه في حاله. يا سلام، شوف بقى، مش هتلاقي حد بيتكلم على حد، مش هتلاقي حد مضايق حد، مش هتلاقي حد حاشر مناخيره في حياه حد. الباليت دي من هدى بيوتي بريتي جرانج، هاخد اللون ده بحبه قوي. انا هحطه ايه كلون انتقالي. مش عارفه ليه انا بضحك وانا بقول كلام جد الصراحه، ما بحبش اتكلم جد الصراحه على السوشيال ميديا. في حاجات كده لا بجد تيجوا نهونها على بعض، ما كلنا في الهوا سوا والله. مين ما عندوش مشكله دلوقتي وهو قاعد بيتفرج علينا؟ مين ما عندوش مشكله كده قاعده في الباك جراوند وهو داخل اصلا على السوشيال ميديا علشان يرفع عن نفسه؟ مين؟ نو ون. حط بقى اللون الاغمق ده، حطه ايه على الجفن كله. نرجع تاني لموضوع النيجاتيف كومنتس. والله ولا بتقدم ولا بتاخر، هي بس ممكن اذا هتعمل حاجه هتاخر. يعني الشخص اللي بيشوف الكومنت ده خلاص هو يعني عنده حواجز نفسيه قويه جدا، حامي نفسه من ان هو يشوف حاجه مش حلوه عليه ويبقى عادي. Let's be kind. فلننشر التسامح والسلام في العالم المعفن اصلا. نحاول احنا نبقى شخص كويس في العالم. تخيلوا هنبقى كتير وهنبقى حلوه.
انا عايشه في لالا لاند دي، ده دعيت فيا وتقال لي قبل كده انت عايشه في عايزه تعيشي في المدينه الفاضله، وده مش هيحصل. بس انا حاسه انه لو انا كنت كويسه اتليست، لو قابلني حد محتاج يلاقي حد كويس في الدنيا هيحس ان الدنيا لسه بخير. وانا بلاقي ناس كتير لسه الصراحه كويسين، بحس ان الدنيا بخير والله، الدنيا مش وحشه زي ما الناس شايفه. بس عايزين نكتر نبقى كتير 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 ونغزو العالم. خدت بقى يعني نفسي في الكلام، وايه هاخد دلوقتي الاي شادو الاسود هغمق بيه زياده وارجع لكم تاني. حط بلاشر من جيفانشي، تركيز صفر. بعد كده هحط مثبت الحواجب ده من بنفيت سكارت. المهم الصعبه لها نبيل. كمان هشوفوا الميك اب السموكي بيبرز لون العين البني ازاي، خطير. مش هحط لينسز الصراحه. هحط مثبت الميك اب ده من اربن ديكاي اول نايتر، وبحب احطه قبل الهايلايتر علشان يعمل بوب كده اكتر للهايلايتر. طبعا يعني هستخدم هايلايتر اوفرا علشان ايه، قبل ما اوصل المكان الهايلايتر بتاعي هيكون وصل. ما اقدرش وانا بحط الهايلايتر ما اتغزلش في حلاوته الصراحه، يعني لازم ارمي اسقاط حتى لو دمه تقيل، يعني لا يقاوم. كمان كده خلصت، هنسيب الروج في بارت 2 مع الاوتفيت. بس نسيت ان انا عايزه احط شويه شيمر، فهاخد ده واحطه بس في النص. او مون ديو، شوفوا لي الحلاوه بس بسرعه. اشوفكم بقى في بارت 2 علشان خلاص الفيديو هيخلص مني وانا بنهار.